السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نتعرفوا على هذا الكومبريسور دير كومبريمي اللي تابع الشركه ديال كومبير، اللي الشركه غنيه على التعريف. بالنسبه للسيري ديالو 1122، بالنسبه لهذا الكومبريسور هو انه كينتج لنا الهواء المضغوط لير كومبريمي. بالنسبه للشكل ديالو هو على هذا الشكل. بالنسبه لهاد البارتي هي البارتي ديال الكوموند ديالو، كيف ما كتشوفوا كاين بوطون ديرجونس لو موني اوكي. بالنسبه للديماراج ديالو كنديمارو ليه بار اطوال تريونغل كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكومبريسور هو على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو على البارتي ديال الريغيلاسيون ديال الكومبريسور، كيفاش نريغلو كوموند ديال الريجونس راه كشكليك عليها، هادي معروف. بالنسبه الا بغيت نديماري هذا الكومبريسور عندي كنطلق هذا على حساب ليتيليزاسيون، واش الريزيرفوار اللي على برا واش مشارجي ولا ما مشارجياش. الا كانت مشارجيا هي هذيك، الا ما كانتش مشارجيا راه كيديمار ليا الكومبريسور. بالنسبه من بعد ما كان انينو ليرجونس كنكليكو على هذه اللي كتعتبر عندنا هي اوكي. اش كيقول لنا بري بور ديماراج، يعني مستعد لي باش يديمار، وكتكليكي على هذا البوطون هذا. دابا درت ليه لاري. بالنسبه للديماراج ديالو كي الموطور الكومبريسور عنده ديماراج اطوال تريونغل. دابا المهم ماشي هذا هو اللي بغيت نقول. دابا اللي كيهمني بزاف انني نهضر عليه في هذا الفيديو هو البارتي ديال الريكلاج ديال هذا الكومبريسور. دابا كيف ما كتشوفوا عندي لوموني، عندي هذه كتعتبر اوكي، عندي هذه ديال الديماراج، وعندي هذه ديال ستوب كاع اللي بغيتي تستوبي. بالنسبه للبارتي ديال الموني عندي هاد جوج لي فليش، واحد الفوق وواحد لتحت. ملي كنبغي ندخل للموني غادي نكليك عليهم بجوج سيميلطانيمو في نفس اللحظه، ها هو طلع ليا هنايا لي زور. كنهبط لتحت عندي ريغيلاسيون، بارتي ريغيلاسيون، من بعد منها ميموار ديال لي ديفون، هنا كاين لوغلوج، كاين ريغلاج ديال لي زين، وكاين لونطري على السورتي اوبسيونيل. نرجعو اول وحده اللي هي لي زور. لي زور غادي نكليكو على اوكي كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الكومبريسور عندي شحال خدام من ساعة، من نهار تانسطالا حتى لدابا خدام 10454 ساعة اوغ توتال. بالنسبة للساعات اللي كان هو اصلا خدام ولكن غير كيشارجي كيخدم باش كيدفع ليا لير الريزيرفوار على حساب ليتيليزاسيون، عندي في هاد اللحظة 7737 كما كتشوفوا معايا. عندي اوغ فيلتر دير، وعندي اوغ فيلتر ويل، وعندي اوغ سيباراسيون، وعندي اوغ ديال لو فيدونج. بالنسبه نهضروا على هاد الحاجه المهمه هنايا، عندي هذه غير لي دوني كيعطي ملي كومبريسور، وعندي هاد لوغ فيلتر دير. دابا هادو ملي كيدار لي الفيدونج غنديرو حلقة ماجية ان شاء الله على كيفاش الفيدونج وكيفاش لونتروتيان ديال هاد الكومبريسور كامل. دابا بغيت نهضر لكم غير على هاد البارتي ريغيلاسيون. بالنسبة لهاد السيري اللي قلنا 1122 ملي كتبدا لونتروتيان كتجي كتريغلي هادي
اوغ فيل تاخد دير كنت ريقل على 2000 ساعه. كيفاش كنريقلوها؟ دابا عندي هاد 1988، يعني باقي الله دير لي لونت خوتيان، يعني يلا خدمو واحد 12 ساعه تقريبا. غادي نكليك على اوكي. هي دابا يا اما كتزيد ولا كتنقص. اوكي بالنسبه هاد الاوغ فيل تخويل حتى هي كذا هو المثال كيفاش تريقليها تزيد ولا تنقص. عندي هاد الاوغ ديال السيباغاسيون كتريقل على 4000 ساعه. وبالنسبه الاوغ ديال لي فيدونج باش تبدل ليه الزيت حتى هو على 4000 ساعه. وملي كنبغي نرجع يعني كنكليكي على هاد الجوج سيميلتانيمون في نفس اللحظه. هو كيرجع بيا لابارتي اوغ. دابا نشوفو لابارتي ريغولاسيون. هادي هاد البريسيون ماكس هي البريسيون اللي غادي يوصل ليها في الريزيرفوار باش تشارج ليا الريزيرفوار. مشارجينو مريقلينو على 9.5 بار. والمينيمو علاش يديماري هي 8 بار. بريس ماكس. عندي هاد لوغلوج ميكرو كونتور. هاد ميكرو كوبير ميكرو كوبير دابا الكوبير ماكس. ملي بغى يقطع ليا 3 سكوند ويقطع. كيفاش هاد 3 سكوند؟ يعني ملي تعطى الكوموند باش يقطع غادي يتسنى هو واحد 3 سكوند عاد غادي غولاشي عاد غادي يقطع. ديماراج ابري هي شحال تاع الوقت غادي يستغرق ملي وصل الكوموند باش يديماري. عندي مريقلينو على 5 سكوند. نرجعو. عندك لي ميموار دي ديفو كترجع عليها في حالة الا كان عندك لي ديفو بزاف كترجع كتشوف. بحال دابا عندي انا اغي ديرجونس طومبيراتير هاديك سونسور ديال واحد رولي. كترجع كتلقى كاع لي اللحظات اللي توقف فيهم لي ميموار ديال لي ديفو. دابا نكونو الخوت سالينا على هاد البارتي الاولى اللي هي البارتي ديال ريغولاسيون لافيشاج كيفاش كيكون كيفاش تريغلي قائمة لوموني كيفاش اوكي. ايوا نشوفوكم في فيديو جديد. وفيديو جديد ان شاء الله غادي يكون على الفيدونج وكيفاش الموتور بارتي كوموند ديالو بارتي الكتريك.